de Benefsi. Je suis Naïma Ahfed, je suis coach certifiée par l'Institut de coaching international de Genève. Je suis installée dans l'hôtel Ramada encore. L'atelier de Yuma ou à la gestion des émotions. Ou j'anime had l'atelier hada, parce qu'il y a de l'importance, l'infialat a de l'importance kbira f le hayat dialna. Et ملي كنكونوا منفعلين بطبيعه الحال انفعال زائد كنهضروا على الانفعال الزائد كنقدروا نتخذوا قرارات خاطئه كنقدروا نقولوا شي حاجه اللي كندموا عليها من بعد اذا اليوم بحال شويه نديروا شويه دمحو الاميه فيما يخص الانفعالات لان مالوغوزمون هذا الشيء ما تعطاناش في الدراسه ديالنا ما تربيناش على اننا نعبروا على المشاعر ديالنا بطريقه صحيحه غنحاولوا ان شاء الله نديروا واحد الخطوه فيما يخص تطوير الذكاء العاطفي ديالنا يعني كيفاش اننا نتعرفوا على المشاعر ديالنا كيفاش اننا نسيروها باش ماشي هي اللي تسيرنا وكيفاش اننا نفهموا الناس اللي قدامنا يعني ملي غنتوصلوا لهذا المستوى هذا غنقدروا يكون علاقات احسن واكثر سلاسه و بلوس دارموني في لي كومونيكاسيون لا كومونيكاسيون مع الناس اللي كيكونوا في لونتوراج ديالنا.